أدرجت وزارة التربية والتعليم السعودية الجامعة الأوروبية في البحرين ضمن الجامعات المصنفة والموصى بالتحاق الطلبة السعوديين للدراسة بها. وبهذه المناسبة عبر الشيخ حمد بن إبراهيم الخليفة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في البحرين عن فخره واعتزازه بانضمام الجامعة الأوروبية في البحرين إلى قائمة الجامعات المصنفة في المملكة العربية السعودية. مشيرا الى ما تقدمه الجامعه من جوده التعليم واستيفاء المعايير العالميه بحسب التصنيفات العالميه، بالاضافه الى الفرص الواعده لتلبيه احتياجات سوق العمل ومتطلبات اصحاب الاعمال. ولفت رئيس مجلس الامناء الى ان اضافه الجامعه الاوروبيه في البحرين لقائمه الجامعات المصنفه ستسهم بوضع مؤسسات التعليم العالي في مملكه البحرين كوجهه للتعليم العالي.